وبعيدا عن الخدمات والأسعار، أقامت جامعة تكريت على رحاب قاعة كلية هندسة الشرقاط مؤتمرها العلمي الأول لمناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي الحالي. ووصف المشرفون المشاريع العلمية بالهادفة والناضجة وذات رؤية مستقبلية ممتازة. وفي المقابل شدد عدد من الطلبة الجامعيين على ضرورة تبني مشاريعهم التخرجية ودعم الأفكار ذات النفع العام وتطبيقها على أرض الواقع، ما يسهم منها في توفير حلول مبتكرة ومفيدة للدولة والمجتمع من خلال ملكات وطنية مؤهلة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية. صباح هذا اليوم المفعم بالحيوية والنشاط قام طلبتنا في المرحلة الرابعة بعرض مشاريعهم النوعية في المؤتمر الطلابي الأول لكلية هندسة الشرقاط. حرصنا منذ البداية على أن تكون المشاريع ذات طابع تطبيقي وتحاكي واقع ومشاكل دوائر المحافظة وكذلك يعني ما يتطلبه سوق العمل، وفي الوقت ذاته تحاكي التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة ومتطلبات البحوث العلمية المتقدمة في مجال الطاقة الشمسية واستخداماتها وتطبيقاتها. عرضت الآن نخبة من المشاريع التي تم انتقائها بشكل دقيق وعلمي من مجموعة كبيرة جدا من المشاريع التي قدمها الطلبة، وهذه المشاريع اليوم سوف تناقش مع الطلبة لاختيار المشروع الأول الذي سوف يعرض في ضمن مشاريع الكليات المناظرة في جامعة تكريت. نأمل ونطمح أن يكون المشروع اللي يخرج من هذه القاعة ذو مستوى يؤهله للارتقاء نحو المراتب اللي تليق بالعمل اللي كان متواصل منذ بداية هذا العام لحين ساعتنا هذه. لبينا دعوة وتشرفنا بالحضور في المهرجان الأول لكلية الهندسة التطبيقية في قضاء الشرقاط لمناقشة مشاريع الطلبة بالمرحلة الرابعة، وهذه الكلية صرح علمي يضاف إلى منجزات قضاء الشرقاط، ونبارك للطلبة هذا الجهد الذي يهدف لخدمة العراق بشكل عام. واللي أعجبني فيه أنه تبنوا المشاريع خدمة المشاريع الموجودة في محافظة صلاح الدين، وبالإضافة إلى أنه تطرقوا إلى التوجه باتجاه منظمات الطاقة البديلة اللي هي الخلايا الشمسية، وهذه الطاقة الآن توجه العالم كله باتجاهها، ركزوا على هذا مما يدل على أنهم يحبون أن يخدمون بلدهم ويتوجهون باتجاه التطور ومواكبة دول العالم. قيم هذا اليوم على قاعة مؤتمر هندسة الشرقاط برعاية رئيس الجامعة والدكتور خميس عميد الكلية المؤتمر العلمي الأول لمناقشة مشاريع التخرج طلبة المرحلة الرابعة. نشكر القائمين على هذا المهرجان، تم طرح مشاريع بحثية جميلة وصديقة للبيئة من شأنها ترفد الواقع الخدمي بما هو جديد وصديق للبيئة. شكرا للقائمين على هذا المهرجان وشكرا لكم. يعني العدد الكلي للثلاث خزانات تحتاج 9 ملعقة سواق، احنا حققنا الشرط المطلوب ب 6 ملعقة سواق، وفرنا كلفة 33% من الكلفة الإجمالية للمشروع. يعني إذا المشروع يكلف 1 مليار، احنا كلفنا وفرنا 300 مليون دينار. بعدين نقلوها على أوتوكاد، بعدين نفذوها بالكامل وربطوها على أردوينو بحيث أنه البيانات تنسحب على حاسبة. لا بالإمكان بجهود المختصين بالاتصالات أنه سيطر عليها من خلال الموبايلات طبعا. وأترك أفسح المجال للطلبة إذا عندكم سؤال. اليوم الملائمة للنباتات عندنا البنكات راح يشتغلن لتبريد البيت داخل للنباتات، بالتالي راح تكون ظروف ملائمة وظروف راحة للنباتات. كل هذا راح يكون طبعا سمارت عن طريق الذكاء الاصطناعي.
على هذا يدور لي الاتجاه، خلينا نقول اتجاه الالواح باتجاه الشمس، هاي رقم واحد. طبعا هذا نموذج بسيط هنا، في المفروض هذا التراكر او المتتبع يصير اسفل، نعم، حتى يحولها على اتجاه الشمس بالضبط. هذا هي ترانسفير، ووراها الطبقة السفلى من اللوح راح ينتقل الحرارة بعملية الكوندكشن، وين ينتقل إلى الدكتات الموجودة. الدكتات الموجودة تحتوي على فانات، الفانات قياسها 4x4 وتعمل بال 1.44 واط، راح تسحب لنا الهواء الساخن اللي موجود في أعلى اللوح. من البحث تطوير العدادات الطاقة الكهربائية. الهدف الثاني من البحث حماية أجهزة المنزل من الفولتية العالية والفولتية المنخفضة. الهدف الرابع التحكم في كمية استهلاك الطاقة في المنزل.